الآن أعطي الكلمة لوزير خارجية نيجيريا فليتفضل. His Majesty خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي سيداتي وسادتي أنقل لكم التحيات الحارة من رئيس نيجيريا بولا أحمد نلتقي في هذه الظروف المأساوية حيث الهجمات مستمرة على قطاع غزة والتي أدت إلى فقد الكثير من الحياة من الحيوات البشرية ويستمر ذلك الموقف بتهديد حياة الأبرياء وتسبب في كارثة إنسانية إن نيجيريا ترحب بهذه المبادرة بهذه القمة بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدعوة إلى إنهاء العنف والخسائر في الأرواح أرواح الأبرياء المدنيين إن الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد أهل غزة يطرح سؤالا ملحا كم أيضا يجب كم من المزيد يجب أن يموتوا لكي نوقف أعمال العنف إن الأديان الإبراهيمية قد قدمت إرشادات وتوجيهات يجب اتباعها فيما يتعلق بإعلان الحرب ضد طرف آخر إن الكتابات منذ كتابات بن رشدي منذ 12 قرنا والمعروفة لابن رشد فيما يتعلق بالحرب العادلة تؤثر على الكثيرين بما في ذلك الفلاسفة المسيحيين وبشكل جماعي هذه الأعمال والتي تقدم ما عرف بعد ذلك بنظرية الحرب العادلة وهي أن الحكومات المسؤولة تستخدمها لتحديد ما إذا كانت الحرب أو الاعتداء مبرر أخلاقيا من عدمه إن الحرب ضد أهل غزة لا يمكن النظر إليها بنفس النظر من خلال مذهب الحرب العادلة ولا بد أن تتوقف من أجل الإنسانية أين يوجد حكم القانون أصحاب المعالي والفخامة نعيش اليوم في عالم تقوده البيانات والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا أين الدليل على أن الطريقة العنيفة التي تمارسها إسرائيل في غزة سيكون لها أي تأثيرات هدامة على حماس لا بد أن نعمل معا لإيجاد نهاية للعنف ولإيجاد طريقة وحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين الذي قدمته الأمم المتحدة ونيجيريا تقف ثابتة مع ذلك شكرا جزيلا على استماعكم.